صباح الهنا وصباح الجمال، صباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من البلد يوكل مع لونا على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخه في مصر. قلت لكم قبل كده ان قناه بي ان سي فود اقوى قناه طبخه في مصر بيكم وليكم، وكمان بضيوفنا اللي بيشرفونا. النهارده معانا ضيفه قويه قوي قوي قوي، هنقول كده ان هي بدات تمثيل وهي عندها 10 سنين. تحسوا كده ان هي الشقاوه في دمها، تحسوا كده ان هي مولوده وهي معروف عنها ان هي هتدخل السينما من اوسع ابوابها. تحسوا كده وهي بتمثل انتوا مش عارفين تمسكوا لها ملكه. يعني ايه مش عارفين تمسكوا لها ملكه؟ يعني تحطوها في الرومانسي شغاله جدا، تحطوها في الشرس والرعب والكلام ده كله شغاله جدا، تحطوها في الدراما ما شاء الله عليها، تحطوها كمان في المسرح الله اكبر عليها. تحسوا كده ان هي المخرجين مش عارفين يحطوها او يحتكروها في مكان معين، لا، تحسوا ان هي بتتلون، بتتلون مع كل شخصيه بتتحط فيها وبتطلع في منتهى الجمال، بتطلع فعلا هي قد الشخصيه واكتر كمان، ولسه عندها ياما كتير لسه ما ظهرش وهيظهر ان شاء الله الفتره الجايه. كان اخر حاجه ليها او هنبدا باول حاجه ليها وهي عندها 10 سنين، البنت الشقيه اللي طلعت مع دلال عبد العزيز الله يرحمها، طلعت في فيلم صراع الزوجات وكانت بنت مجرمه. تحسوا كده ان انتوا بتتفرجوا على الفيلم عشان تشوفوا الخطوه الجايه او المشهد الجاي بتاعها هتعمل فيه ايه، لحد ما وصلت. وكان اخر اعمالها، مش هنقول اخر اعمالها، هنقول حاجه كانت مميزاها جدا في رمضان، وكانت المداح 2 مع فناننا الجميل حماده هلال. فنانتنا الجميله اللي موجوده معانا النهارده دنيا، او في ناس كتير بتعرفها بدنيا عبد العزيز، كانت قايمه بدور مع المداح وهي مرات اخوه. طبعا كنتوا شايفينه، وكانت صعبانه علينا جدا في المسلسل بسبب كل الاحداث اللي بتحصل لها، بس بالجانب التاني والمشرق والجانب المضحك بتعمل مسرحيه حلوه قوي، وهي زقاق المدق وقايمه فيها بدور في منتهى الجمال. فنانتنا متنوعه، تحسوا كده ان هي مجرد ما بنفتح التلفزيون او بنعرف ان هي الدور دوت هي اللي موجوده فيه، بنبقى عارفين ان في حاجه مميزه هتحصل. فنانه جميله، بنت بلد وجدعه، وتحسوا انها مننا. فنانتنا النهارده اللي هتكون معانا وموجوده منوراني ومنوره البلد يوكل ومنوره الدنيا كلها، هتكون دنيا عبد العزيز. حاجه كده جميله، حاجه كده رقيقه، حاجه كده تخش القلب من غير معايب، تخش القلب كده من غير ما تخبط عليه، مجرد ما تشوفها وتيجي تتكلم تحس ان انت عارفها من زمان وتقعد تحكي معاها. هتكون موجوده ان شاء الله معانا بعد الفاصل، وهنعمل مع بعض طبخات حلوه قوي النهارده، وهنشوف هي بتحب ايه، ايه خططها الجايه، ايه خططها اللي فاتت، بتحضر لجوازها اللي اتعمل على 3 ايام ازاي، او اللي احنا شفناه وما شاء الله عليها كانت عروسه زي القمر، ليل البدر في تمام. هنطلع فاصل ونرجع بالبدر اللي هيكون معانا النهارده، فنانتنا الجميله دنيا عبد العزيز. اوعوا تروحوا في اي حته، ومستنياكم، خليكم مستنيين شويه وراجعين مع دنيا ونونا في البلد يوكل. رجعنا من الفاصل، وكان احلى فاصل في الدنيا علشان معانا نوارد بانوراما النهارده. عامله ايه؟ الحمد لله، صباح الدنيا كلها. صباح الهنا، ربنا يخليكي، ميرسي على الكلام الحلو ده يا حبيبتي، انت تستاهلي اكتر من كده. ربنا يخليكي، ميرسي. طبعا انا بعتذر عن اي عن قبل اي حاجه على ان انا لسه ما نمتيش. شفتي؟ فانا عايزه اقول لكم ان هي فنانتنا الجميله دنيا عندها مسرح بالليل، فطبعا بتبقى شغاله طول الليل، وجايه يا حبيبتي علشان خاطر عيوننا وعلشان خاطر عيونكم ان هي تكون معانا من بدري كده من غير نوم. بجد بجد بشكرك جدا جدا حبيبتي. انا عارفه ان حته ان انا اضغط عليكي او ان انت تكوني جايه من لا في مصر. لا لا انا مبسوطه ان انا معاكم، متشرفه بيكم طبعا، ان شاء الله تتبسطي معانا اكتر كمان. كلنا مبسوطين بوجودكم معانا النهارده، ومبسوطين بوجود فنانتنا الجميله. نبدا في الاسئله ولا نبدا في الاكل؟ لا الاسئله لسه، نبدا أكل لسه. لسه 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 بدري، لسه بدري. أيوة على الاكل. طيب مبدئيا كده احنا النهارده يعني في اكلاتنا هعمل صنف حلو وصنف حلو، تمام؟ بس انا عارفه ان فنانتنا الجميله بتميل اكتر للاكل السوري. لا والله لا، والمصري أو كمان او لا، بتحب اكتر الاكل السوري؟ مش اكتر، لا، ده بحب فيه حاجات وده بحب فيه حاجات. طيب اكتر اكله سوريه بتحبيها ايه؟ فتت مكدوس. اكتر حد حبيتيها من ايده ما ينفعش تاكلها من ايد حد تاني؟ امي الله يرحمها. الله يرحمها يا رب ويحسن اليها. طيب واكتر اكله مصريه؟ ملوخيه طبعا. يا ريتني كنت اعرف كنت عملتها النهارده. ربنا يخليك. بس احنا النهارده عاملين اعاده تدوير علشان طبعا الستات اللي بتشتغل. ده لحمه مفرومه، ربع كيلو لحمه مفرومه بس معصجينه ببصل وفلفل كتير. اوكي. علشان لما يتحط مع الرز ده يبقى طاجن بالبشاميل، الرز بالبسله والجزر والبشاميل. اوكي. الرز ده احنا عاملينه من كام يوم؟
كنت مستخدماه اصلا في وصفه مقلوبه. والله واتفضل منه رز، فروحت شايلاه في الثلاجه وقلت لهم هعمل له اعاده تدوير واعمل له وصفه ثانيه. لا والله. وبتعرفي تعملي مقلوبه؟ طبعا لسه كنت عاملاها من كام يوم، دي حاجه كده ثانيه خالص. لازم نعرف بتعرفي ايه مش مصري. ايه مش مصري؟ بصي هو انا بوجودي في البرنامج، بص احنا كده اتنقلنا ان الدنيا هي اللي بتسالك. دي حاجه حلوه جدا. انا بالنسبه لي كمجال شغلي والبرنامج بتاعي فلازم ان انا اعمل كل الاصناف والاشكال. اوكي. جه علينا فتره كده من قيمه سنه او ازيد من سنه، انا كنت مخليه اسبوع اللي هو البلد يوكل هيسفرك لكل البلاد العربيه. كان كل يوم بنسافر بلد. بتعملي انواع مختلفه بالزبط. كل مره بلتفتح. يوم سافرنا المغرب، يوم سافرنا سوريا، يوم سافرنا الجزائر، الاردن، فلسطين. كنت بعمل الاكلات اللي هي بتاعت البلاد نفسها. بس طبعا. اكيد بصي مهما نكون بنعمل مش هتطلع زي اكل البلد. طبعا زي حتى لو حد جرب يعمل اكله مصريه مش هتطلع طبعا. هيعملها بنفس المقادير بس النفس بتاعنا احنا بيبقى ليه حاجه تانية. طبعا. وهم برضو الاكلات بتاعتهم بيبقى لها طعم تاني خالص. انا عامله لك مفاجاه. قولي لي. معرفش انت تعرفي ولا لا، انا ما بعرفش اسلق بيض. يعني سلق البيض؟ لا لا، يعني البيض لما جيت سلقته مره كده قررت ان انا اسلق بيض، طلع القشر منه مكسر ولازق ابيض في الاصفر في القشر في القافه. يعني معلوماتي عارفه لما قلت لي دي لحمه مفرومه بالمش عارفه ايه بنحط ايه في ايه، فانا والله طب تمام. انا مش فاهمه حاجه. يعني مالكيش علاقه بالمطبخ خالص؟ منيح مركزه في شغلك؟ يعني ما حتى لو ما فيش شغل مش هركز في المطبخ. يعني مالكيش علاقه بيه اصلا؟ انت ما بتحبيش المطبخ؟ يعني جربت مره كده في حياتي اعمل سحور اللي هو فول وبيض وبطاطس وجبنه وكده حاجات بسيطه، واللي هو طلع جبنه من الثلاجه حطها في طبق بس، فاهمه؟ قعدت تقريبا الاذان كان هيدا والناس قاعده ست ساعات بس. طب انت مش حابه المطبخ اصلا؟ يعني احب مره كده. لا يعني مره كده على حسب الغزاله. حسب الغزاله. لو انا رايقه وليا مزاج ان انا ادخل المطبخ هدخل. وبعدين لازم تقولي لي الحاجه يعني ما ينفعش تقولي لي مثلا تملي الحله ولا الطاسه ميه وتسيبيني. لا اقول لك بالظبط، انا ما اعرفش. كوبايتين لازم تمشي بالملي. وانا شعرفني مفيش خبره يعني. احب اعرفكم على زيرو مطبخ. زيرو مطبخ بالظبط. والشيف نونا فيعني دنيا عبد العزيز يا جماعه زيرو مطبخ. أيوة حاجه عرفتوها كنتوش تعرفوها عنكم. طيب لما بيجي لك مشهد في مسلسل ثانيه واحده بس هنا كده في المداح واخش اعمل لك الاكل دلوقتي ولا اخلي البنت والملوخيه؟ مش هبه اللي عملت ملوخيه مش انا. في ايه؟ لما بيجي بقى موقف ان انت لازم تقفي في المطبخ وتطبخي بتعملي ايه؟ ما هو المشهد مش هيشوفه بقى، ممكن اقف كده والكاميرا جايه كده وانا لو عملت لكم كده خلاص عرفتوا ان انا بطبخ بس يعني. لكن اي مشهد مطبخ يا جماعه تعرفوا ان المساعدين هم اللي عاملين الاكل. طيب احنا النهارده هنحاول بقدر الامكان ان احنا نعلمك اكله سواء حلوه او حادق، يعني مثلا او مش شرط تعمليها، ممكن تاكليها المساعده اللي في البيت مثلا. لو انت مثلا النهارده كانت فرضا عامله لك مثلا فت تمام، وهتروحي داخله عليها بقى انت عايزه بقى تعرفيها ان انت مش فاهمه. انا ما بتضحكش عليا امال ايه؟ لا بصي بقى احنا عندنا الرز اللي هو الابيض دوت ممكن تشيليه في علبه في الثلاجه وبكره تسخنيه في الميكروويف وتعملي له مثلا لحمه مفرومه مع البسله ويبقى طاجن رز بالبشاميل. ايه ده؟ فنانتنا بتعرف اتغيرت. ايوه بالظبط كده. فتعرفيها ان ايه؟ لا يا حبيبتي مش انت لوحدك اللي تعرفي النط صح كده؟ فده اللي احنا هنعمله النهارده. طيب بدايه حبيبتنا كانت مع فنانتنا الجميله الله يرحمها ويحسن ايديها دلال عبد العزيز. الله يرحمها. كنت مجرمه شقيه كده وبتتنططي، هو احنا مش عارفين هل هي حافظه الدور ولا هي عاملاه ازاي؟ فانا عايزه اعرف كان احساسك ايه اصلا؟ انا عارفه ان الفنانه دلال عبد العزيز الله يرحمها كانت في الامارات ساعتها. لا كانت فين؟ في مصر. كانت مع والدتك هنا في مصر. انا كانت كنت جايه، انا كنت جايه مصر من الكويت. من الكويت جايه زياره، يعني بنيجي نقضي الصيف هنا وارجع الكويت. حست ازاي ان انت اللي مناسبه للدور؟ هي تعرفني، هي مربياني، هي صاحبه امي والاستاذ سمير الله يرحمه. الله يرحمه. كانوا اصدقاء اهلي يعني، وهي عارفه من وانا صغيره خالص ان انا بحب ارقص واغني واقلد ومجرمه وشقيه. فهي عارفه يعني. فلما جه قدامها الدور في الفيلم صراع الزوجية، كلمت امي وقلت لها طب انا عايزه دنيا معايا في الفيلم. فامي افتكرت ان احنا هنروح يوم وخلاص مش دور، وان انا هروح اتسلى شويه وامشي والعب طفله يعني. أيوة. ما جاش في بالها بقى ان هي هتتدبس عمرها كله. احلى تدبيس. فرحت وسبحان الله
يعني كاني عندي خبره فظيعه، ولا خايفه من كاميرا ولا خايفه من الناس وثقه بالنفس ما هو وانا رايحه بلعب. يعني مش عايله تبان تروح، هي تحس ان هي مولوده فنانه، هي عارفه طريقها هيكون فيه بس. فلكن هي احتضنتني طبعا، ووجودها معايا يعني او وجودي انا معاها يعني ده خلاني طول الوقت حاسه بامان، ما كنتش خايفه، ما كنت لاني متعوده عليها. أيوة. مش هي مدياكي الامان ان انت تقفي تتكلمي معاها بالظبط، لكن احساسي طفله رايحه تلعب. تمام. وطبعا اول مشهد سقفوا لي وبتاع، فخدت ثقه بقى بالنفس رهيبه جدا. ايوه. طيب جايزه وخدناها، وفيلم انا بحبه جدا كان في فيلم الجراس، كان دورك رهيب الحمد لله مع الفنانه الجميله طبعا نجلاء فتحي وفنانة الله يرحمه فاروق الفيشاوي، بس كان دور انا بعشق الفيلم ده جدا. ايوه هو نقله في حياتي ده بالظبط. فبصي بتقولي كله بيعيط لما بنتفرج عليه، هو فعلا تحس ان هو ايه عايزه تعيطي تتفرجي على الجراس. وعايزه اقول لك ان احنا شفنا الست الحقيقيه وعيالها قبل فعلا ما تتوفى. فعلا شفنا قصه حقيقيه يعني. انا عارفه ان هي قصه، فشفنا الست فعلا وقعدنا معاها وقعدنا مع الاولاد. هو فيلم بس انتوا جسدتوه بشكل مثالي الحمد لله، خدت عليه جايزه. الحمد لله. كان احساسك ايه مع اول جايزه تجيلك في التمثيل وانت اصلا داخله المجال؟ خفت بقى، خفت جدا، لان ده حطني قدام يعني بقى عندي احساس بالمسؤوليه، وفقت من واحده طفله بتلعب صغيره لمرحله احسن شابه مراهقه. لا قررت بقى من فيلم الجراج بعد الجايزه بالذات انا عايزه اكمل في التمثيل. من اللحظه دي قررت تغيري المسار بتاع دراستك؟ ايه ده انا بقول يا هادي وخدت جايزه، طب يعني ده لا لله. لازم اركز. طب قبل ما نشوف بدانا دراستنا ازاي، هناخد تليفون معانا دلوقتي ونصبح على مدام ناهد ونقول لها صباح الهنا. فصلت، حاولي تكلميني مره ثانيه. طيب بعد الجايزه قررنا ان احنا نخش معهد تمثيل قسم اخراج، سينما. معهد سينما قسم اخراج، لان في بس عشان ما يحصلش لبس، في معهد سينما ومعهد فنون مسرحيه. معهد فنون مسرحيه هو اللي فيه قسم التمثيل والاخراج، معهد سينما ما فيش تمثيل، في بس اخراج واقسام تانية مونتاج وتصوير. ليه اخترت الاخراج؟ لان دايما كنت اسمع ان الممثل الشاطر بيطلع من تحت ايد مخرج شاطر بالظبط، فقلت طيب التمثيل نفسه مشاعر احاسيس ما حدش هيعلمها لي، لكن الاخراج وسينما تحديدا ده تكنيك محتاجه اتعلمه. عايزه اقول لك ان وجهه النظر دي مش في التمثيل بس، احنا عندنا نفس النظام. المخرج الشاطر زي جمل اللي معانا ده هو اللي بيطلع شيف شاطر، بيديك المساحه تتحركي وبيديك المساحه ان انت تتكلمي. انا عايزه اقول لك ان بدايتي كانت على ايد مصطفى الجمل من 7 سنين او من ازيد، كان اول واحد مصطفى الجمل. فهو اللي كان محاططني في يعني هنقول ايه، في اول الطريق. لا الكاميرا قدامك والمساحه قدامك وعيش. المخرج بيفرق طبعا، فهو اللي بيدي فعلا ثقه للواحد ان هو يطلع اكتر ما عنده. طبعا طبعا، فده مش في مجال التمثيل بس او الاخراج، لا ده في مجال في كل المجالات. أيوة في مجالنا طبعًا كمان طبعا. مخرج فاحلى تحيه ليك يا جمال على الصبح كده. طيب هنفسك بقى بعد كده يا جمال. دلوقتي كان في الفتره الاخيره دي قلبان على فرح دنيا، وانا واحده من الناس اللي كنت متابعه التفاصيل قوي، من اول الفستان مع هاني البحيري للثلاث فساتين واختيارهم. بس الفستان الثالث لسه ما اتلبس، لسه جايه في السكه. طيب احنا لبسنا فستانين. عملنا الاول حفله. لا بص بس عشان الناس عندها لبس يعني، وانا أيوة. مش عايزه الناس تتلخبط. هو عشان تكون لبستي ابيض ولا عمره البس اسود؟ ما انا لابسه اسود، ما قلعتش اسود لسه. لا يا حبيبتي ربنا يا رب يفرح قلبك. انا بتكلم ان الناس شايفه ده فرح لابسه فيه ابيض، يبقى كان كاتب كتاب، يبقى الفرح الثاني خلاص الليله الكبيره، ما يعرفوش ان لسه في ميني فرح هيتعمل. ايوه ميني بتاعه فرح. ميني والله فرح. انت قلتي صح، ميني فرح. هو اللي حصل اول يوم ده كان كاتب الكتاب. تمام. اللي هو يعني هو انا الناس بتبتدي صغيره وبتكبر، انا عملت العكس يعني، عملت بالكبير والزحمه والناس وكل الناس الغاليه على قلبي والمهمه عندي. تاني يوم عدد اقل شويه، رحنا احتفلنا بكب الكتاب زي خروجه زي ليه حفله. فكرتي في كده؟ لان يعني انا كنت بصور. دلوقتي في عرايس مثلا كتير بيتفرجوا علينا. ايوه. وفي ناس كتير بتبقى حابه ان هي تعمل نفس الموضوع. لا هو انا ما كانش عندي وقت ان انا اعمل يوم واحد كبير. ايوه. فانا قسمته 3 وكل واحد فيه ناس غير الثانيه. يعني اللي حضروا في كاتب الكتاب. ايوه انا يعني انا لو كنت اقدر اعمل مثلا فرح في 1000 بني ادم مثلا، كنت هعمل واحد كبير فيه. أيوة. كل الناس، لكن انا ما كانش عندي وقت، وكان عندي تصوير
والفرح الكبير ده محتاج تجهيزات وقت ضخمة طويل ضخمة وانا فعلا. كنت بصور عملين لرمضان وقبلها المسرحيه ضغطة من كل ناحيه، فقلت خلاص هقسمهم كتب الكتاب وبعدين نحتفل بكتب الكتاب، نخرج نحتفل بعقد قران انا واصحابي. أيوة. وبعد كده هنعمل حاجه بقى اصغر خالص بعد ما اخلص تصوير ومسرح والكلام ده كله، انا واصدقائي المقربين قوي واهلي وكده. أيوة. بره القاهره مع نفسنا فرح بقى. بره القاهره وحاجه حصريه للناس كلها، انا عارفه مكان الفرح. أوه. بس انا عايزه اعرف متابعين، اعرف متابعين البلدي، انت هتعملي فرح فين؟ عن لسانك انت. في سينا ان شاء الله. سامعين؟ عمري ما شفت عروسه بتروح سينا تعمل فرحها ليه؟ دنيا عبد العزيز لازم تكسر كل القواعد، القواعد كسرت القاعده ان الفرح يتعمل في سينا ليه؟ انا كنت يعني من اول الافكار كلها وانا بحاول اعمل حاجات مش تقليديه. بالظبط، هو ده اللي بتكلم فيه، كسرت القاعده. من اول كتب الكتاب للاوتنج لكل التفاصيل دي ما كانش فيه حاجات شبه الحاجات لاي حد، فما جاتش بقى على اخر يوم يعني. اول يومين ما كانوش عاديين. كل عروسه بتبقى عايزه ان حاجتها ما تتنسيش، اللي هي تعمله الناس تقعد فاكراه فتره كبيره، يقول لك ايه شفتي فرح مثلا دنيا كان عامل كذا 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 كذا، فهو انت من الناس دي صح؟ والله انا بحب اعمل حاجات تبسطني مش حاجات شو قوي يعني. أيوة. فعلا من قلبي انا مش قصدي ان الناس تقعد تقول يا وبصي، لا انا حابه اعمل حاجه مختلفه. لازم يحسوا بفرحتك وتغيير، وانا بستمتع بالتغيير يعني. انا من الناس اللي كل شويه اغير شكلها. ايوه. حتى لو ما عنديش شغل لازم اغير لون شعري، اعمل يعني انا ما بحبش الحاجات التقليديه. نيجي بقى لحد هنا، بس قبل ما نتكلم عند النقطه دي خليكي فاكره احنا وقفنا فين؟ شعري. ايوه عند شعرك. عايزين نتكلم دلوقتي ام هاني ونقول لها صباح الفل. الله يسعدك ويبارك لك ويخليك. الله يسعد قلبك يا ست الكل. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه. الدنيا كلها. حبيبتي ده نورك. انت والفنانه الجميله دنيا، ربنا يخليكي. صباحك زي الفل. حبيبتي. وهذا الايام صباح اللبن وصباح الهنا. حبيبتي. صباح الفل على حضرتك. كل يوم وانتم طيبين. وحضرتك طيبه. الله يخليكي يا مس نونا. الله يبارك لك. اعمل اهداء لحفيدي. اتفضلي كل سنه وهو طيب وبالف خير يا رب. الله يبارك لك ويسعدك. حبيبتي حبيبتي الله يسعدك. حذيفه صبحي. كل سنه وهو طيب، كل سنه وانت طيب يا حذيفه، عقبال مليون سنه يا رب. تعالوا نطلع فاصل، بس قبل ما نطلع الفاصل عايزه اسال حاجه مهمه قوي. الست ده اللي انا بتكلم عليه على طول. الست مهما تكون مشغوله لازم 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 تخلي جزء لنفسها لاهتمامها بنفسها، لان الست ما بتبقى الست الا اذا كانت تهتم بنفسها. يعني لو ما اهتمتش هتبقى زيها زي جوزها او زيها زي اي راجل في الدنيا، صح ولا مش صح؟ حته ان حضرتك ما بتترتبطيش او ما بتلتزميش بحته ايه، لا اصل انا عشان عندي دور بصبغ وبعمل وبهتم وبالكلام ده كله. لا لا خالص، انا بزهق يعني، انا ملوله فبحب التغيير طول الوقت. فالناس دايما في السوشيال ميديا او في اللي شغالين في الميديا على طول لازم بتبقي حاسه ان هم جاهزين 24 ساعه. اهتمامهم بنفسهم 24 ساعه، بيتعرضوا لاضاءه وكميه ميك اب غريبه الشكل. طبعا. فبنبقى محتاجين ان احنا نهتم بنفسنا قوي علشان نفضل لحد اخر العمر. ربنا يديك الصحه والعافيه. احنا زي ما احنا ليدي ست مظبوط. هنطلع فاصل ونرجع من الفاصل نعرف من دنيا عبد العزيز هي ازاي محافظه على جمالها اللي الله اكبر اللهم بارك، ومحافظه على الروتين بتاعها، ونشوف جمال بشرتها وصفائه دوت ازاي. احنا عشان بنحط ميك اب كتير فبنبقى متعرضين للتجاعيد، بتظهر معانا اسرع طبعا اكيد. فهنرجع من وانا الفاصل. بحط ميك اب من وانا طفله بريئه. بالظبط، فهي اكتر حد فعلا حط ميك اب في الدنيا كلها، لان هي بدات تدخل المجال من وهي عندها 10 سنين. فهنرجع نشوف هي ازاي محافظه على جمالها لحد كده، وان شاء الله تفضل محافظه عليه لاخر يوم في هنا وسعاده اللهم امين. نطلع فاصل نرجع نشوف جمالنا ده عامل ازاي. انا عايز اعرف بقى في الفصل انت ده ايه؟ ده جه منين كل ده؟ ده حطينا. طيب عشان برضه حبايبنا دي الناس الفصل بس عشان انا اقعد اسال ايه ده، احنا كنا كان في شويه رز هنا والطبق ده جه منين دلوقتي؟ عشان برضه حبايبنا اللي متابعين معانا، احنا حطينا هنا ووك سخن. الووك يعني طاسه غويطه. اوكي. الطاسه اللي هي رفيعه بتبقى طاسه عاديه للقليه. ووك سخن، حطينا فيه حبه زبده وحبه زيت، نزلت البسله بالجزر مع رشه ملح وفلفل اسود، يا دوب اتشمعت. خلصت من ده. جه منين ده بقى البشاميل اللي هيتحط على الوش؟ جه منين البشاميل؟ ما هو حليب. اه ونشا.
انا ما عملتش دقيق. فين بقى كانوا فين النشا؟ كانوا محطوطين هنا والله العظيم. مش كان في رز هنا بس وكان هنا في حليب؟ ماشي. كانوا موجودين معانا يا باشا والله. اوكي يا باشا، كنت تقولي لي ده نشا ده يعني شاوريني برضه. حطينا الحليب وحطينا عليه النشا، قلبتهم على البارد علشان ما تكلكعش معانا. حليب ونشا بس؟ حليب ونشا بس، ما فيش زبده ولا زيت ولا ده اخف انواع البشاميل. اوكي. البشاميل بتاع امهاتنا كانوا بيحطوا سمنه ويحطوا زبده ويحطوا زيت ويحمروا فيه الدقيق. لا احنا عمرنا ما اكلنا بسمنه، يعني دايما بناكل ده بقى ولا سمنه ولا زيت. احسن حاجه واخف انواع البشاميل، وبيطلع لونه ابيض وفي منتهى الجمال وطعمه كمان بيبقى احلى. اوكي. فحطينا زيت، تحس ان هو عامل زي المهلبيه، نشا وحليب بيبقى مهلبيه، بس لما احط له دلوقتي ملح وفلفل اسود بقى بشاميل النشا. اوكي. هدوقه لك وهيطلع في منتهى الجمال. يلا بينا. اول تعليم في دخول المطبخ. ايوه طبعا. مش عايزاك بشاميل. بشاميل. مش عايزاك. ايه بعمل بشاميل يا جماعه؟ مش عايزاك تكسبيني. اوكي. هنطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل حلقتنا مع بنبنايه الحلقه النهارده وبنبنايتنا وفنانتنا الجميله دنيا عبد العزيز. اوعوا تروحوا في اي حته عشان عندنا مفاجآت كتير لسه في الحلقه، مستنياكم بعد الفاصل. ورجعنا من الفاصل، وكان فاصل عايز اقول لكم فاصل كوميدي ما اقدرش اقول عليه اكتر من كده. هعترف عليك. عملت ايه؟ بقول لها هنرجع من الفاصل هتبداي تجمعي. قالت لي لا 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 لا. انت جمعي واعملي اللي انت عايزاه، انا هقف اشرب نسكافيه. اخاف اخاف اعمل حاجه غلط والله. ما هو ده الصح، اغلطي ومش مشكله. لما تغلطي في مره وتيجي المره اللي فاتت انا عملت كذا فالمره دي اعمل كذا، فهتتعلمي. طب ما الواحد لازم يغلط عشان يتعلم. افتكرت حاجه. قولي. والله العظيم افتكرت حاجه مهمه جدا. عملتي بمناسبه إيه؟ غلطتي دي. عملتي ايه قولي؟ عملت حاجه تشاينيز كده عظيمه مره يعني. طب حلو. بس المقادير كانت عباره عن ايه؟ ربع معلقه شطه تقريبا او فلفل اسود. عملتي ايه؟ عملتي ايه؟ حبيت اجود بقى. ايوه احط الفاتس بتاعي. ايوه ما انا عامله لاصحابي بقى ومبسوطه ان انا اول يعني مش اول مره. عارفه المرات اللي بقول لك مره سحور مره بالمزاج مره في السنه دي. ايوه. فعملته طعمه فظيع وبتاع، فقلت ايه اجود. المفروض ان انا اتبل الفراخ ببهارات معينه وشطه وفلفل ابيض وفلفل حاجات كده يعني، والمقادير قدامي اتقالت لي مكتوبه. ليه انا افتي بقى واجود؟ انا افتكرت ايه؟ عارفه لو انا ايه، انت جايه تاكلي عندي فانا حباكي فعايزه ارحب بيكي اكتر فزود المقادير. فزود المقادير ده فكري ان انا اعمل حاجه زياده يعني. زودت المقادير بقى. وعملت ايه؟ عملت ايه؟ كلتي منها؟ اه يا حبيبه قلبي يعني. بصي انت عارفه اول معلقه كده لقيتهم زنهروا وشهم احمر. زودت شطه وفي عرق كده بدا ينزل عرق، فانا لسه ما دقتش. قلت لهم في ايه حلو؟ قالوا لي اه بس مش هنتكلم. عارفه الشلل حصل شلل في فانا جيت ادوق قلت يا نهار اسود، ده احنا هنروح المستشفى. ويوم ما تزودي في المقادير زودتي في الشطه. شطه بس. هو انت بتاكلي طبق شطه؟ طبق شطه بس. طيب نصبح على ام عليان ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل. ازيك يا شيف نونا؟ صباح الجمال على عيونك يا ست الكل. عامله ايه؟ حبيبتي عامله ايه؟ انا بخير يا قلبي طول ما انت بخير. تسلمي لي. وصباح الفل على فنانتنا الجميله القمر. صباح النور. ربنا يخليكي. تسلمي لي. عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله. وانت طيبه. حبيبتي طيبه. بخير وسعاده يا رب. تسلمي. والله العظيم احسن حاجه الشيف نونا عملتها جابتك النهارده. والله نورتي. ربنا يخليكي. كلها فنانه. حبيبتي يا ام عليان. تسلمي. بنحبك قوي والله يا فنانه. والله ربنا يبارك في عمرك ويكتر دايما من امثالك. ده من ذوق حضرتك. كتر خيرك. حبيبتي جدا. حبيبتي يا ام علياء. حبيبتي شكرا. نورتيني يا ام علياء باتصالك. بصي عملنا البشاميل سهل جدا وبسيط اهو. حطينا النشا وحطينا عليه حطيتي تحت منه طبقه بسيطه جدا عشان تبقى ايه ماشي مع كله. رحت حاطه الرز بالبسله اللي احنا عاملينه وهروح جايه دلوقتي كده. انت مش هتحطي طبقه تاني قبل ده؟ لا ما هو انا بصي هقول لك ليه. لو الطاجن عندي صغير او مدور تمام هروح حاطه طبقه رز وطبقه لحمه وطبقه رز وفي الاخر بشاميل. لكن انا ادام شايفه ان الطبقه دي هي مناسبه كده يبقى احط اللحمه وعليها البشاميل على طول. اللي انت شايفاه صح طبعا. اللي انت شايفاه محدش دي بقى يعني ايه، وهي الست شغاله هي بتبقى شايفه الكميه تمشي معاها عندها خبره. ايوه بالظبط كده. ما شاء الله. ممكن اصلا ما تعملش الطاجن الكبير اللي انا عاملاه ده وتروح عامله طواجن صغيره على قد ولادها. هو ده لحمه مفرومه. لحمه مفرومه وايه بقى؟ فلفل الوان وفلفل الوان بس. طيب لما يكون عندك عزومه ويكون مثلا
البنت اللي بتعمل الاكل عندك في البيت هتقول لها مثلا انا عندي عزومه دلوقتي، اتفاجئت ان هم جايين دلوقتي عندي وعدد، واللحمه اللي في الثلاجه حبه صغيره، وانت عايزه مثلا هتعملي جلاش باللحمه المفروم، وعايزه تعملي صاج قد كده او طاجن كبير يكفي كل اللي موجودين. وليه؟ ليه ايه؟ اعمل حاجه تانية لو ما عنديش لحمه. فرضا بقى اللي جاي عايز ياكل، او اجيب اللحمه. فرضا اللي جاي عايز ياكل جلاش باللحمه المفرومه، ومفيش اي محلات فاتحه، اجازه عيد يا ستي. احنا بنحط اعمل حسابي من قبلها واجيب لحمه. اقول لها ايه يا جدعان؟ اقول لها ايه يا جدعان؟ طيب اقول لها ايه؟ عماله اديها لا ماشي، لحمه قليله وجلاش. لا هتكلم مدام نهد وبعدين ارجع لك تاني. صباح الفل يا مدام نهد. صباح الفل عليك يا حبيبتي. صباح الهنا. ازيك يا مدام؟ ازيك يا شيف نونا؟ صباح الهنا والجمال على عيونك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ده انا حبيبتي، كنت من بورسعيد انت نسيتيني؟ على راسي على راسي على راسي يا حبيبتي. ربنا يخليكي، احنا كلنا بنحبك ونموت فيكي حبيبتي. حبيبتي الله يسعد قلبك، تسلمين. اسلم على الفنانه دنيا. اه طبعا اتفضلي. صباح الفل. ازاي حضرتك؟ حضرتك يا حبيبه قلبي؟ انا بخير يا حبيبتي الحمد لله. انا بحبك قوي قوي، كلنا في البيت بنحبك. ربنا يخليكي. لسه والله كنت بتكلم من يومين في المسرح بقول لهم عايزين نعرض زقاق المدق في بورسعيد، والله نفسي نجي لكم جدا. اتصل بيا وتعالي وانا هعمل لك احلى استقبال. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. بقول لك انا بصي انا ماليش طلبات، عايزاكي تكلميني ضروري، خدي رقم وكلميني. عيني عيني، تسيبي رقمك مع رغده وعيوني الاثنين. عيوني احلى تحيه لاهل بورسعيد. عارفه انا مش هخلص معاكي في النقاش بتاع ان انا مفيش لحمه في البيت ده. لا اصل معقوله عازمه ناس وما عنديش اكل؟ انت مش عازماهم، حد كلمك انا جاي من السفر دلوقتي وعايز اشوفك عشان مسافر تاني؟ ما دليفري حبكت نعمل جلاش. صدقني تاني بلا ما اكمل. مش هكمل. حد هيفاجئني وجاي من السفر نجيب دليفري على طول. عايز ياكل جلاش باللحمه المفرومه، حبكت معايا. يعني هو بيفاجئني. حد عزيز عليك هو بيفاجئني وكمان بيطلب حاجه مش موجوده. حد عزيز عليا اتصل بيا انا جاي. تيجي بقى ايام امي، امي كانت هتتشقلب له. انا مش قايله. انا تصدقوا مش قايله، تصدقي يا دنيا والله ما. ايه بقى؟ طيب سيبينا الموضوع الاخر. ايه تعالي دلوقتي كملي البشاميل ده، تعالي دلوقتي هو الجلاش غير الرقاق؟ لا ده غير ده طبعا. طيب ماشي، بس نفس الخامه. ايوه تعالي دلوقتي نتكلم، ناخد اسماء الاول وبعدين هسالك، نرجع للروتين بقى الحفاظ على بشرتك والحفاظ على جمالك اللهم بارك. صباح الفل يا اسماء. صباح النور. ازي حضرتك يا ست؟ صباح الجمال والهنا على عيونك، عامله ايه؟ الحمد لله. انت حضرتك عامله ايه؟ انا بخير يا قلبي طول ما انت بخير، تسلمي. انا مبسوطه قوي ان انا بكلم حضرتك. حبيبتي انا اسعد باتصالك، نورتيني. والفنانه طبعا الجميله حبيبتي. ميرسي الحمد لله بخير، ميرسي ربنا يخليك. الحمد لله، كان دور حضرتك جميل جدا في المداح. ربنا يخليك الحمد لله. شفتي الجزء الاول ولا الجزء الثاني بس؟ الجزئين طبعا. طب كويس، عجبوكي؟ جزئين. مبسوطه جدا ان انا بكلم حضرتك يا شيخ نورا. حبيبتي ما نحرمش منك ابدا، نورتيني باتصالك. حبيبتي يا سمسم تسلمي لي، نورتيني. نرجع بقى، ودي اكتر حاجه انا بسال عليها. انا حطيته في الفرن. ايوه انت ما لازم تتابعيني كده. حطيته في الفرن. اكتر حاجه او انا يعني المنهج ده انا بتبعه، ان انا لما بكون بتكلم عن منتج معين او ان انا بكون بتكلم عن تجربه تخصني انا، بحب دايما اعكرت كده وانكش. انا من نوع الفراك قوي، فاعكرت كده وانكش مين اللي استخدمه، مين اللي جابه، عمل معاه ايه. امبارح في كنت عامله لايف وواحده حبيبتنا كلمتني قالت لي انا نفسي ان انا اكلمك واسمع صوتك. رحت مكلماها في اللايف على موبايلها وخليتها ان هي بعتت الرقم بتاعها في التليفون وبعت لها الكريم هديه، هي ما كانتش مصدقه. فانا بحب دايما ان اي حد انا بحبه يجرب الحاجه اللي انا بحبها عشان يشوف نفس النتيجه. ايوه طبعا طبعا. طيب عرفنا، وده يمكن سبب رئيسي بعيدا عن حبي ليكي اساسا الكبير قوي، عرفنا من مصادر موثوق فيها وقريبين منك قوي وفي المجال نفسه المجال الفني، ان دنيا بعد ما سمعت عن ريجينكس بدات ان هي تحط في دماغها لا هو انا دول استخدموه، فانا عايزه اعرف هو فعلا فيك ده. انا عارفه ان انت ما بتستخدميش حاجه لما بتبحثي عنها، عشان كده بقول لك انا بنكش، لان حضرتك برضو نفس النظام، ما تحطيش حاجه على بشرتك او شعرك او تستخدميهم الا لما بيكون عندك ثقه مليون المية ان هي هتديكي النتيجه اللي انت عايزها. مظبوط اكيد. عايزه اعرف قصتك معاه ايه، ولما جربتيه النتيجه بدات تظهر بعد قد ايه،
واغلبيه الستات ما فيش عندها ثقه في الاونلاين خالص. ايوه بس لما بيكون حد قريب مننا هو اللي جرب الحاجه. ايوه طبعا زي ما خلاص يعني احنا عندنا ثقه بالظبط. انا لما اشوف حد بيحكي لي وقريب مني او اثق فيه وهو بيقول لي انا جربت خلاص هصدقه. تمام. غير لما اشوف حاجه اونلاين او على الانترنت. بالظبط. لا انا الحقيقه سمعت عنه وشفت كذا حد جربه. تمام. هو كريم ترطيب للبشره وبيشيل الهالات السوداء الخطوط. أيوة. يعني على حسب كل وش بيشتغل على الخلايا. أيوة. تحت الجلد. بالظبط. والنتيجه بتبان بعد اسبوع. تمام. لكن هو كريم معاكي ظهرت بعد اسبوع. بعد اسبوع انا معايا ادتني النتيجه المظبوطه يمكن عشان انا بشرتي متهالكه زياده. فانا ظهرت معايا بعد شهر ونص. ما على حسب كل واحد والتاني. أي. يعني بس على حسب معاكي بعد اسبوع. الله اكبر. لا بس على خفيف يعني. ما هو الحاجات دي عامه بشكل أي. عام الحاجات دي بتاخد وقت. بالظبط. يعني كل الكريمات والحاجات دي لازم يبقى محتاجه وقت عشان البشره تتاقلم اصلا عليها تحسي بالفرق. يعني بالزبط. حتى لما بتروحي لدكتوره جلديه مثلا وبتديكي دواء او كريم معين النتيجه مش هتظهر في يوم وليله. بالزبط. فاكيد ده لو في خط او في حاجه مثلا هيبدا ان مش هو في يوم وليله شوية. يعني انا بقول لك اسبوع الحاجات البسيطه لو في هالات سودا لو في مش عارفه ايه. تمام. لكن بشكل عام هو ريحني جدا بصراحه وكمان في الترطيب رائع. فانا بنصح بصراحه الناس تستخدم جينكس. طيب انا النهارده بوجودك معايا فانا محضره لكل حبايبنا ومتابعينا مفاجاه عالميه. بجد؟ او على 150 ايا كان. فالمفاجاه بتاعتنا النهارده علشان خاطر وجود فنانتنا بس معانا. انا عايزه افكركم بس ان في كيو ار ظاهر قدامنا على الشاشه علشان اللي عايز يوصل لصفحه ريجينكس يوصل عن طريقها على طول. بس مفاجاتنا ايه؟ مفاجاتنا معلش انا نسيت اجيبها. هي فوق في شنطتي علبه كده لازم هوريها لكم. عمرك شفتي في حياتك احنا لما بنجيب منتج للبشره او حاجه هنستخدمها لبشرتنا كتنظيف بيبقى جايبين فرشه مثلا لتنظيف عميق للبشره. خلاص انا عرفت ان هي لبشرتي مش هستخدمها لحاجه ثانيه. لا انا النهارده جايبه لهم مفاجاه علشان خاطر عيونك انت. ايه بقى؟ فرشه خمسه في واحد يعني فرشه بخمس غيارات. اوكي. عايزه تستخدميها للبشره ما عنديش اي مشكله بس فيها كمان اجزاء عشان نظافه الرجل وكعب الرجل. ياه. فالطقم الفرش ده اللي هو خمسه في واحد طبعا انا مش عشان فنانتنا موجوده النهارده هقول لكم ده بربع الثمن زي ما انا ما بعمل الكلام ده كله. هي غاليه ده ببلاش. ده ببلاش يا جماعه ببلاش خالص بقى. هي دي فعلا المفاجاه اللي انا عاملها لكم. دي المفاجاه بقى ببلاش. هي بتدبسني كل الفرش ببلاش. ده حقيقي ده حقيقي علشان خاطر عيونك وانت عيونك عندي غاليه وجودك معايا. هاجي كل يوم بقى عشان اطلع لكم شويه منتجات. وجودك النهارده وترحيبك ووجودك عندي وتنويرك ليا بجد بجد لازم يبقى ليه اكتر من كده كمان. ربنا يخليكي انا اتشرفت بيكي حبيبتي. الشرف ليا النهارده بس علشان خاطر عيون فنانتنا. اي حد هيدخل على الكيو ار دلوقتي ودخولنا على الكيو ار اسهل منه مفيش. كل اللي مطلوب من حضرتك او من حضرتك لان في ستات في رجاله كتير بتستخدمه على فكره. بجد؟ جدا والله جدا هيفرق. والله بيفرق بشكل كبير حقيقة. كل اللي مطلوب من حضرتك او حضرتك هتفتحي الموبايل بتاعك وهتبداي تفتحي الكاميرا اكنك هتلقطي صوره وهتخشي على الكيو ار اللي موجود على الشاشه هيطلع لك لينك تدوسي على اللينك تدخلي على ريجينكس على طول. شباب هاتولي الفرشه بسرعه عشان اوريها لهم. ادي صفحه ريجينكس الاصليه اهي تدخلي عليها على طول على الواتساب او على الماسنجر. كل اللي هتطلبيه هتكتبي ايه؟ هتكتبي عايزه العرض وخلاص؟ لا ده فنانتنا النهارده ليها مكانتها. هتكتبوا في الكومنتات او في الرسائل عايزين عرض دنيا يا حبيبي عايزين عرض دنيا. هتكتبوا في الكومنتات او هتكتبوا على الرسائل او لما تتصلوا كمان او على الواتساب هتكتبوا عايزين عرض دنيا. هتكتب اما تكتبي عرض دنيا هيجي لك عرض ريجينكس بشره وجسم ومعاه الفرشه خمسه في واحد هديه من غير ولا مليم. ده اقل حاجه عندي. ده اقل حاجه عندي. الاكل ايه اخباره؟ لا امين لسه هي راخده عماله تقول لي بصي على الفرن. هي بتقعد قد ايه بقى؟ 10 دقائق ربع ساعه على حسب حراره الفرن. والله بس هياخد الوش اصل كل حاجه جوه مستويه. فهياخد الوش وتمام. الرز ده سايكن بقى مستوي والبسله مستويه والبشاميل مستوي فمش هياخد. طيب هم لازم يبقوا مستويين؟ والله سؤال. لا ما يبقاش نايم. ما ينفعش تبقى حاجه نيه؟ لا 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 أوكي. حتى المكرونه البشاميل لما بنعملها لازم كلها تبقى مستويه. يعني اللحمه المفرومه دي متعصجه ومستويه ما ينفعش خالص تبقى محطوطه وهي مش لا مستويه؟ لا ده السؤال. لا لا
فلازم تستوي عشان ما ينزلش دم فيها ويبقى الاكل فيه دم. اه طبعا مش اللحمه بيبقى فيها دم. خلاص فلازم نسويها على النار. بس ارجوكي. هنرجع ونقول عرض النهارده علشان خاطر دنيا. العرض اسمه عرض دنيا. هتكتبوا عرض دنيا هتجيلكم في ارضكم. النهارده العرض مميز جدا. الكيو ار قدامكم، صفحتي سفنون عربي وانجليزي، صفحه ريجينكس الاصليه، هتدخلي عليها عشان تشوفي الفرشه. اديني الفرشه يا ياسمين. تسلميلي. بص زي ما بيقولوا ايه، يوضع سره في اضعف خلقه. اه وريني كده. ادي الفرشه وادي الخمس غيارات بتوعها. طيب انا هعملها لك اهي، بص كده. انا عايزه بس اوريك التشغيل بتاعها. بصوا يا جماعه، هم خمس قطع. القطعه الاولانيه دي للتنظيف. لو احنا هنستخدمها لبشرتنا بنحط الغسول على بشرتنا وبنروح مشغلينها كده وبنبدا ان احنا نمشي بيها على الوش. أوكي. بتبدا ان هي شغاله طبعا، بتحس ان هي تدعك الوش نفسها. بس الفرشه حنينه، مش ان هي تعور الوش. ده اول غيار ليها. دي بنستخدمها لبشرتنا، واحنا قبل ما نستخدم ريجينكس طبعا لازم الفرشه البشره تكون يعني نظيفه خالص. قبل ما نعمل لها كمان حمام بخار عشان المسامه ما تجمعش حاجه وتعمل حبوب بعد كده، وبنغسل الوش بيها. طيب لو انا مش هستخدم دي لبشرتي وهستخدمها رجليا، طبعا روتين الرجل ان احنا بننقعها في ميه، وبنبدا برده نشغل الفرشه دي على ضوافرنا وبين صوابعنا عشان تنظف اي تراب او اي حاجه متجمعه في الضوافر. يبقى دي بنستخدمها للوش وللرجل. ادي اول غيار. تاني غيار معايا وده مهم جدا، ده بقى مش للبشره اساسا. بص كده، حط ايدك على الملمس كده. خشن. تحس ان هو عامل زي الحجر. مظبوط. فده الحجر ده بالظبط. فعشان كده انا فكرت فيها، لا ما انا ممكن ما استخدمهاش لوشي بس، ده انا استخدمها لرجليا كمان. وارجع واقول انا الكلمه دي انا مش عارفه انت تتفقي معايا فيها ولا لا، وستاتنا بتوع زمان هم اللي كانوا بيقولوا، يقول لك ايه، نظافه الست بتبان من كعب رجليها. مظبوط. صح كده؟ فلما تكون رجليكي بتبرق وتنور يبقى انت زي الفل. طيب الحته القطعه الثانيه دي عامله زي المبرد او الحجر، نقعتي رجليكي في ميه وشامبو او شاور وبدات تتنشفيها، تبداي على الحتت اللي هي فيها جلد زايد تبداي تمشي عليها. هتلاقيها ان هي بتبرد الجلد. هتلاقيها ان هي بتبرد معاكي. دي هديتنا النهارده. دول بقى للبشره عشان ده سفنج ناعم. ودي بتعمل مساج برضو للبشره في منتهى الجمال. فانا لما اجي استخدم للبشره هستخدم الفرشه دي سفنجه بحس ان هي بعد ما بنعمل الكريم بنبدا ان احنا يتشرب اسهل. ودي نفس النظام. ما هو في حاجه شغاله هنا. وانا حاسه ان انا في سخونيه. زي ما قلت لكم بنغسل البشره الاول قبل ما نحط ريجينكس، بنعمله بالفرشه، برجع بعد كده اروح ماسكه الكريم بعد ما خلاص عملت حمام البخار، ابدا ان انا ادهنه على بشرتي وابدا اشغل القطعه الثالثه ديت. دي عباره عن مساج للوش. اوقات كتير قوي بنبقى محتاجين حد يدينا تدليجات كده للوش علشان تبقى تحس باسترخاء. فده طبعا مع الكريم هيبقى في منتهى الجمال. فالفرشه اللي هي 5 في 1 دي النهارده علشان خاطر عيون دنيا موجوده معانا مع العرض. عرض دنيا. عرض دنيا، نكتب عرض دنيا. عايزاكم تخشوا على الكيو ار دلوقتي حالا علشان تكسبوا معايا النهارده عرض دنيا فرشه 5 في 1 مجانا على العرض. ارجع واقول تاني، الكيو ار قدامنا اهو، ندخل عليه. يلا يا جمل نفتح الكاميرا بتاعه الموبايل، هنقرب من الكيو ار كده، ندوس على اللينك اللي بيطلع، هتطلع لنا على طول صفحه ريجينكس زي ما انتم شايفين كده. تدخلي على طول على الواتساب او الماسنجر، اكتبي عرض دنيا هيوصلك لحد باب البيت وعليه فرشه 5 في 1 هديه. طيب احنا قلنا اول مفاجاه معانا وطلعنا الفرشة ببلاش عشان خاطر عيونك، ولازم يكون وجودك ليه النهاردة معانا حاجة مميزة. طيب أنا عايزة أعرف دلوقتي بعد ما استخدمت الكريم، إيه الهدف أساسا اللي خلاك استخدمتيه؟ في الأول خالص كان ترطيب، وبعد كده عرفت إن ممكن يشيل خطوط، ومن كتر الضحك مع الإضاءة بيطلع خطوط، مع الوقت بيطلع خطوط. بالظبط. فده وده
فلقيته بيرطب وبيشيل الخطوط، بس بيشيل طبعا الخطوط بتاخد وقت اكتر شويه. ايوه الترطيب بيبقى من اول استخدام على طول. اه على طول الترطيب بيبقى من اول استخدام، لكن الخطوط اللي حوالين العين وحوالين الشفايف زي ما انا ما قلت لكم، عشان كده انا قلت لفنانتنا انا قاعد معايا شهر ونص عشان يديني نتيجه انا راضيه عنها. مش معنى ان هو خلال الشهر ونص لا ما كانش بيجيب لي نتيجه، لا انا شايفه ان في تغيير. انا بقول لك كل بشره غير الثانيه، لكن بعد الشهر ونص انا حسيت لا هو كده اداني النتيجة اللي انا عايزاها، مش النتيجة اللي هو هيديها بس. طيب انا عايزة اقولك على حاجة كمان، انا مش عارفة تعرفيها ولا لا، بس انا لسه عاملة عملية تكميم. لا معرفش. انا عملت عملية تكميم فلما جسمي نزل بدأ يبقى فيه شيء طبيعي ان الواحد لما بيخس حتى لو مش عامل عملية تكميم بيبقى فيه ترهلات في جسمه طبعاً. بعد ما الجسم بينزل بيبقى فيه الجلد مثلا كرمش طبعاً. شويه عايز يتشد بالظبط، فيه بيبقى فيه تمددات في البطن وفي خطوط بيضاء كده مطرح الحمل والولاده والكلام ده كله مطرح التخن، فكل ده لما بينزل بتبدا تبان اكتر. عايز اقول لك كمان ان في ريجينكس معايا للجسم. اه والله لا ده ما جربتوش للجسم. انا بقى هقول لك دلوقتي. طيب كريم ريجينكس للجسم بيعمل ايه؟ اولا الترهلات اللي نزلت دي لما بدهن كريم ريجينكس برضه بعمل له حمام بخار، انا بدهن فده بيتشد، تحس ان الجسم حصل له تنحيف. اه بس ده بقى عايز صبر، ده مش في يوم وليله. ده عايز أكيد. لا مش في يوم وليله. طبعا. لا انا عايز اقول لك على حاجه، ان هو الناس اللي هتستخدم كريم الجسم يعني عايزاها تستخدمه هي معاها مازوره. بيبدا بالظبط خلاص انا يشوفوا الفرق، قست بالمازوره مثلا دلوقتي مثلا لقيته رقم معين، اجي مثلا بعد اسبوع او ثلاث اربع ايام شد شويه هتلاقي بينزل من ايه؟ والله يا دنيا من 3 سم ل 6. يا من 3 ل 6 ما شاء الله. ليه هو مش بيخسس؟ هو كريم ريجينكس مش للتخسيس. ايوه لا بيشد فبيبان الفرق على طول. الفرق بيبان يعني بدل ما هو بيبقى نازل كده، لا انا حطيت الكريم فبدا ان هو يديني ملمس ناعم للجسم. غير كده بيشده. تمام، فتحس ان هو لما يشده شيء طبيعي ان هتلاقي الحته دي مقاسها صغر. طبعا فهو ده التنحيف اللي بيعمله كريم ريجينكس. ده هايل، دي حاجه هايله على فكره. عايزاكي بقى تجربيه، لان ده انت يعني هو عايز وقت اطول بالظبط، بس في ناس بتروح بتلجا للجراحه مثلا، فلو حد عايز يشده قلقان وخايف بالزبط. ومش عايز جراحه يبقى على طول استخدامه. وحاجه مضمونه مكوناته طبيعيه جدا. وعايزاكوا لما تستخدموه تستخدموا مع المازوره من 3 ل 6 سم بيتسحب من الجلد نفسه اللي بينزل. فانا كمان علشان انا كنت الاول مركزه على البشره علشان بشرتي والكريم الجسم كنت بستخدمه حاجات بسيطه، لكن من بعد العمليه لا ده انا لازم استخدم ده عشان ما اتعرضش ان انا ابقى ماشيه ودراعي عامل بالشكل ده كده. فبجد ممتاز. نطلع فاصل؟ يلا بينا. نرجع من الفاصل نبص على اللي في الفرن ونتكلم عن كريم البشره ونشوف عرض دنيا النهارده عباره عن ايه. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا ودنيا والبلد يوكل. ورجعنا من الفاصل بعد ما قلنا ان فنانتنا الجميله موجوده النهارده معانا، وعلشان وجودها اللي معانا النهارده وعلشان خاطر عيونها تهون الدنيا كلها طلعنا عرض الفرشه 5 في 1 مجانا. بمعنى ايه؟ بمعنى هتشتري العرض وهتاخدي عليه الفرشه مجانا، مش العرض كله على بعضه بالفرشه. أيوة مجانا. خلينا واضحين، يعني اي حد هيطلب العرض النهارده عرض ريجينكس بشره وجسم هيطلع عليه الفرشه 5 في 1 مجانا. وهنكتب اهم من ده كله، ما تخشيش تقولي عايزه العرض وبس، اهم حاجه عرض دنيا. عرض دنيا، علشان لو ما كتبتيش عرض دنيا هيروح لك العرض الكريم لوحده من غير اي حاجه، غير الفرشه بالظبط كده. طيب لسه قبل ما نطلع فاصل على طول قلتي لي ان حد من اصحابك كلمك وعايز من المنتج. مظبوط. ليه؟ عشان واثقين فيا. سمعتوا؟ شايفين الحلقه؟ راحوا مكلمينها، بالتالي هي كانت مخبيه عليهم اصلا ان هي بتستخدم الريجينكس. لا والله، بس انا مش بركز قوي اقول، يعني لما بتسال بقول، لكن ما ببقاش مركزه اقول انا استخدمت ايه وما استخدمتش ايه. فهم طبعا عارفين ان هي منورانا النهارده عشان احنا كنا منزلين برومو، فلقيتها بتقول لي ايه؟ على فكره اصحابي بعتين لي وعايزين من نفس الكريم. فدي حاجه شهاده طبعا، يعني على راسي ان هم يكلموكي ويقولوا لك حاجه زي كده. وارجع واقول عرض دنيا النهارده بس، الكيو ار شغال قدامنا اهو، نفتح الموبايل على طول، نفتح الكاميرا، ندخل على على الكاميرا وعلى الكيو ار اللي موجود قدامنا، هنفتح اللينك بسرعه. انت قلقانه من في الفرن صح؟ حاسه انه هيشيط. لا 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 ما تقلقيش، نفتح اللينك بسرعه، ندخل على صفحه ريجينكس بالشكل ده كده اهي. بصوا بقى اقول لكم على حاجه، في دلوقتي صوره اهي، بصوا يا جمل صورتي انا
صورتي انا وحبيبتي اللي منوراني النهارده. عايزاكم اللي عايز يطلب العرض بدل ما يدخل على الرسايل تحت البوست على طول، ادي البوست اهو، احجزي عرض دينا وخدي طقم الفرشه اهو، عرض دينا دنيا دنيا انا اللي شايفاه غلط. احجزي عرض دنيا وخدي طقم الفرشه 5 في 1 ببلاش، اعملي كومنت واحنا هنتابعك. اللي عايز يكتب كومنت بسرعه ويطلب معاهم العرض هيروح لكم لحد باب البيت ومعاه. صح ولا انتوا؟ لا لا دنيا انا اللي شفته غلط. لا اهو عرض دنيا، مش تقلقيش. مكتوب احجزي عرض دنيا وخدي طقم الفرشه 5 في 1 ببلاش، اعملي كومنت واحنا هنتابعك. اي حد عايز العرض بتاع النهارده عشان يستفاد بالفرشه 5 في 1 ويستفاد بعرض دنيا يكتب في الكومنتات عايز العرض، هما في الفريق بتاع ريجينكس هيتابعكم ان شاء الله ويخشوا يردوا عليكم. ما فاضلش كتير، ما فاضلش كتير، الساعة دلوقتي 11:05 اهي، والنهارده بس العرض ده النهارده بس. وارجع واقول برضه انا مش يعني حقكم عليا ان انا هقول كلمة زي دي، بس الفرش اللي موجودة مش كتير. على خيرة الله. فايه؟ انا عايزة اشوف الحاجة اللي في الفرن. هي قلقانة على اللي في الفرن. بصي اهو. يا سلام. ايه رأيك؟ شغل عالي. ايه رأيك؟ ده لما بس يبقى كمان بقى لها اكتر من 10 دقايق. ما هو على حسب حراره الفرن، انا عليت الفرن وعملت شوايه بس. اه الشوايه دي اللي تحت ولا الشوايه اللي فوق؟ والفرن تحت. الفرن اللي تحت. اه اوكي تمام. دنيا انت زيرو مطبخ. اه والله لا زيرو ايه ده لو في حاجه اكتر من الزيرو كمان. وبعدين انت اديتيني معلومه دلوقتي الشوايه مش عارفه فين، اتنست حالا خلاص. ذاكره سمكه كمان. أيوة. ما شاء الله. لا يعني مش حاجه مهمه فما بركزش فيها، فاهمه؟ يا جماعه يعني كويس ان هي فاكره ان هي تستخدم ريجينكس. اه طبعا. لا لا مش للدرجه دي يعني. لا ادام حاجه يعني مادام في المطبخ هتلاقيني مش بركز قوي. يعني لكن حاجة في اهتمامنا بنفسنا لازم. لا عامة في أي حاجة بركز، بس قصدي حاجة مش متعودة عليها كل يوم، مش بعملها كل يوم. تمام. مش حباها، ما دام مش متعودة عليها. أيوه. بركز تركيز مبدئي. أيوه. يعني اللي هو أنا خلاص سمعت أنا دلوقتي داخلة هعمل حاجة هركز فيها شوية خلاص، لكن لو كل يوم بعملها لا هبقى مركزة. هتبقى على طول حافظاها مركزة. بالظبط. طيب. دي أول حاجة في الفرن، إن الشواية فوق والفرن تحت. تمام. يا جماعة أرجع وأقول تاني بمناسبة إن هي موجودة معانا ومنوراني ومنورة الدنيا كلها، وعايزة أقول لك على حاجة. أنا سمعت إن أنتِ ريجينكس على طول، يعني ده بقى جاي من جوه المسرح. ده جاي من جوه المسرح، إحنا عارفين إن أنتِ بتعملي دلوقتي مسرحية زواق المدى. صح كده؟ صح. إن ريجينكس ما بيسيبش شنطة الدنيا. صح ولا مش صح؟ بعد ما بخلص وبشيل الميك اب بس ما بيسيبش شنطتك. لا مش الصبح طبعا، يعني مش همشي بيه الصبح. لا بالليل هو في شنطتك. آه علشان مجرد ما تخلصي مسرح بتروحي شايله الميك اب وتبداي تستخدميه. مظبوط. عايزه ارجع واقول تاني واكد على حاجه زي دي، دنيا بتستخدم كريم ريجينكس زي ما يكون روتين يومي، زي ما انا ما قلت لكم انا بستخدمه كروتين يومي. ليه؟ احنا اعتمدنا على الترطيب اكتر، ان احنا عايزين دايما تبقى بشرتنا مترطبه. مظبوط. عشان كمان انا يعني قدام اضاءه على طول، فده بالزبط. بيأثر على البشره بشكل كبير. الاضاءه العاليه اللي احنا بنتعرض لها طبعًا. كميه الميك اب اللي احنا بنحطها، غير الشمس وتقلبات الجو اساسا والتراب اللي احنا طبعًا. بنبقى عايشين طبعًا. فيه فكل ده بيأثر على بشرتنا. فاي حد يا جماعه شغال في الميديا وخصوصا الفنانين هم بيبقوا اكتر ناس يعني ممكن يقعدوا بالثلاث اربع ايام ما يناموش. والاضاءه دي بتأثر على البشره وعلى الشعر وعلى الجلد يعني، فلازم طول الوقت الواحد يحاول يحافظ على بشرته وشعره وكده على قد ما يقدر. بالظبط بالظبط. تعالي بقى نطلع اللي في الفرن. يلا. نبص عليه بصه. ده انا هدوقها النهارده الرز اللي هي اصلا مش مستوعبه او مش متوقعه طعمه هيبقى عامل ازاي. لا انا بتفرج على دول عجبهم. طيب دي عشان تجيبيها في البيت، دي عباره عن مسكات فرن. اه. عشان تطلعي الحاجه سخنه ايدك ما تتلسعش. اوكي. تمام. ده ملوش دعوه بعرض دنيا المسكات. لا 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 لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى معلومه كمان، بما انك ما بتدخليش المطبخ بس حتى لو فردا. شكلها حلو بصراحه. لو فردا بتسخني اي حاجه في الميكروويف والحاجه دي الاكل ده في بايركس. فكرتيني. ايوه برضو. ليه لازم يكون لك كارثه في اي حاجه؟ طبعا. قولي. انا مره ولعت مطبخ ناس صحابي. يا نهارك ابيض. ايوه عارفه اللي هي التابر وير دي اللي هي البلاستيك. ايوه عارفاه. فامي الله يرحمها كانت حاطه لي اكل فيها وانا رايحه التصوير، وفي البريك في ناس اصدقائنا يعني صحاب امي دكتور ومراته مربيني يعني زي اهلي، فبيتهم لازق في الاستوديو. أيوة. فقلت اخد الاكل اروح اسخنه عندهم واكل. أيوة. معاهم يعني الساعه دي اقعد معاهم. فالدكتور في عيادته وقعدت مع طنط،
فهي معتمده عليا بقى يعني. بصي المطبخ تسخن بقى لوحدها. فحطيت البتاع على النار ولعت ورحت قعدت معاها. تبرور على النار. ايوه ورحت قعدت معاها بقى في الاوضه. فجاه سمعنا ما طبعا دخلنا لقينا المطبخ اسود والدنيا فحم يعني. ولعت لهم في المطبخ. انت كويسه؟ ما كنتش اعرف انا بقى ان الحمد لله ما اعرفش. انا ما اعرفش ساعتها، دلوقتي بقيت بعرف واعرف انه في حاجات ما ينفعش تخش الميكرويف مش بالزبط. اي حاجه بالظبط. في شويه حاجات طيب. واحد بدا يعرف. البايركس بيخش الميكرويف عادي لان هو شيء طبيعي. طبعا طبعا يعني بيخش الفرن. ثانية واحدة بيخش الفرن مش هيخش الميكروويف. ثانية واحدة ثانية واحدة. طب لما بتطلعيه على الفرن بتطلعيه من الفرن وهو سخن؟ أنا ما بطلعش حاجة، أنا بسمع عن الكلام ده لكن أنا ما بطلعش. طيب. أنا قصدي هو كان في فرن فطبيعي يبقى في ميكروويف. طيب تمام. لما بتطلعيه بقى البايركس لازم بيتعامل معاملة خاصة جدا. إيه سواء في الفرن. ما أنت عارفة بقى هو لا أنا عارفة إنه سخن بيخش في السخن عادي. إيه المعاملة الخاصة دي ما أعرفهاش. طيب لما يكون في بايركس في الفرن حتى لو البايركس اللي هو الخزف او اللي هو السيني دوت وبيدخل الفرن عادي او الميكروويف ما ينفعش تطلعيه والرخامه يكون عليها فوطه مبلوله او في ميه. والله العظيم هيحصل ايه؟ يفرقع. والله العظيم اوعي. يا لا لو حطيته على ده. بس انا حطاه على بلانش خشب تحت ده يفرقع؟ لو اتحط على رخامه ساقعه من السخونيه بتاعت الفرن او لو جنبيه فوطه ومبلوله ولمسته او في نقطه ميه على الرخامه واتحط عليها في ساعتها يفرقع. ده ما اعرفهاش. اديني عرفتك اهو. استنوا بس انا عايزه ادوقها. طبعا انت صعب ان انت تاكلي الصبح يعني الصبح. ما انا كنت هقول لك الموضوع صعب. حته صغننه ولسه ضربه نسكافيه ف هناخد حته صغننه خالص نسكافيه مع يعني ينفع اللحمه المفرومه ما يركبوش. ينفع ان احنا نطلع لحبايبنا ينفع ان احنا نطلع لحبايبنا عرض وفرشه ببلاش والكلام ده كله وما دوقتيش طبعا ينفع؟ فين بقى كرم الضيافه؟ يعني انت كرمتي ضيوفك اللي عندك وحطيت لهم كميه شطه غريبه الشكل. ينفع انا ما ضيفكيش النهارده انا اخد حته صغننه مش حته كبيره يعني هي معلقه؟ لا مش كل دي معلقه والله عشان ايه بس النسكافيه عامل طب ما ناخد بدي وتاكل دي ماشي. بصي طبعا هو المفروض ان هو يبرد. بصي بس شكلها حلو. بصي بقى يعني انا بشكل عام بحب الحاجات اللي من فوق كده محروقه اللي حتى هي في الحلويات يعني اي حاجه بحبها كده من فوق بتبقى محروقه. بصي بقى هو اصلا من جوه شكله عامل ازاي. حلو قوي. هسيبه قدامك كده يبرد ودوقي منه معلقه صغيره كده. مش شرط ان هو تاكلي منه حته كبيره. تسلم ايديكي. بس يعني عايزاكي. لا انا عايزاكي تدوقي. حاضر. مش قلنا يبرد؟ ما هو يعني نهف شويه كده. نهفي نهفي. الشاشه فصلت وانا مش هعرف اجيب كيو ار. بسم الله الرحمن الرحيم. ها احلى من ما توقعته بكتير بجد والله العظيم. طيب الحمد لله. حلو جدا. اللي عاجبني فيه انه جديد. وانت اقول لك على حاجه عشان غلاوتك، انا ما بجربش حاجه ما اعرفهاش. طب الحمد لله. يعني انا مش من النوع اللي ذوقي ده جربيه. لا انا يعني انا ما اعرفش ايه طعم القلقاس. في حاجات كتير ما اعرفش. ما تعرفيش ترجيش تجربيها اصلا. لا ما جربهاش. حلو عجبني. صحتين وعافيه بجد. تسلم ايدك. حلو قوي والله العظيم. هبعت لك على الواتساب الطريقه ودي هنقول مثلا ايه اول طبخه تعمليها في المطبخ. اسهل منه ما فيش. طب انا اقول لك على حاجه. ده في نشا ومشا. ده ايوه اللي هو البشاميل اللي احنا كنا عمالين نقلب فيه. اقول لك على حاجه. هبعت لك طريقته على الواتساب. ابعتي لي حاجات كتير بقى الله. عيني شوفي انت بتحبي ايه او عريسنا بيحب ايه. تمام. عرسنا ده نعمل له قهوه بس هيتبسط دلوقتي يعني. اعمل له طبق سلطه هيبقى مبسوط. لا بجد شوفي انت الاكلات اللي انت عايزاها وانا ابعتها لك على الواتساب. ان شاء الله حتى تخلي البنت اللي عندك تعملها قدامك وشوفيها اول مره برضو. انا اللي هعملها. لا والله خليك تيجي تدوقيها بقى. طب انا موافقه جدا. يا جماعه انا داخله حد مع دنيا اهو ان الاكلات اللي هبعتها لها على الواتساب هتعملها وهروح ادوقها عشان ده عجبني. سيبكم ان انا ادوقها بس والله. هي تعملها. لا عشان ده عجبني. وبعدين التيست فيه حته كده سبايسي خفيفه انا بحب كده. انا بقى ما بحط تعودي بقى ما تحطيش شطه. لا خلاص. لا مش علشان الموقف اللي حصل. لا اما تيجي تحطي عايزه حاجه سبايسي اطحني فلفل احمر. ليه؟ الفلفل الاحمر بيجري الدمويه في الوش الاحمر الأول. اللي هو الفلفل الالوان. الفلفل لا مش الالوان، الالوان بيبقى بارد. الحامي الاحمر الحامي بدل الاخضر اعملي احمر. تمام. الاحمر بيبقى تيست بتاعه اعلى. انا اعرف الفلفل الاسود. لا
ده بنتكلم فلفل احمر اللي هو الـ لو عايزه حاجه سبايسي اطحني الفلفل الاحمر بينشط الدمويه حلوه قوي بيساعد على التركيز بيساعد على التنبيه دايما متنبهه فوائده حلوه جدا جدا للجسم جدا فوق ما تتخيلي احسن من الشطه اللي هي البودر الناشفه اوكي وبيديكي تيست كمان اعلى في التطعيمه بتاعت الاكل باين حلو جدا تيست حلو قوي طيب زي ما انا النهارده حافظت على معدتها وكسرت لها برده الروتين والقاعده ان هي استحاله تبقى لسه ما نامتش شاربه نسكافيه وبتفطر رز بالبشاميل يا جماعه وبتفطر رز بالبشاميل فاحنا كسرنا القاعده ديت الكيو ار تاني شغال معايا اهون قدامنا بسرعه 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 علشان وقت حلقتنا كل اللي محتاجاه من حضراتكم ايه النهارده اليوم ما يعديش الا لما تستفادوا بعرض دنيا عرض دنيا معانا ايه؟ عرض دنيا معانا اي حد هيطلب عرض كريم ريجينكس بشره وجسم هيروح له معاه طقم فرش 5 في 1 عرض ريجينكس اهو بشره او جسم هتاخدي معاه طقم فرش 5 في 1 وقلت لكم الاستخدامات بتاعتها واللايف اللي انا عملته امبارح كمان في الاستخدامات كل اللي مطلوب من حضراتكم ندخل كده على كاميرا الموبايل تاني هنسيب دنيا تاكل براحتها هي مش فاضيه دلوقتي خلاص خلاص هنخش دلوقتي على الكيو ار بتاعنا ده كده ندوس على اللينك يفتح لنا على طول صفحه ريجينكس يلا بسرعه مستنيين ايه بسرعه بسرعه قبل الوقت ما يعدي ندخل على البوست اللي موجود فيه صورتي مع فنانتنا نكتب على طول في الكومنتات بسم الله ما شاء الله ما شاء الله عليكم يعني الله اكبر يلا بينا بسرعه علشان نلحق وارجع واقول عدد الفرش مش كتير عدد الفرش اللي هتطلع مجانية النهاردة في عرض دنيا مش كتير فيا تلحقي يا متلحقيش وارجع واقول عقلك في راسك اعرفي خلاصي عايزة تلحقي عرض الفرش الحقيقي بس وحطه تحت كلمة بس دي كذا خط لو الساعة لو حلقة الاعادة جت العرض هيتوقف يعني عرضنا من دلوقتي لحد حلقة الاعادة امتى حلقة الاعادة؟ حلقة الاعادة 9:30 بالليل لسه وقت قدامكم وقت اهو لا عشان بيبقى في ناس ايه لسه صاحيه ممكن تشوف البوست لكن ما شافتش الحلقه يشوفوها على اليوتيوب لما تنزل فعشان ايه يقولك ايه لا ما العرض شغال ممكن نطلبه بكره فما فيش الكلام ده اللي هيتطلب النهارده الساعه 9:30 جت وحلقه الاعاده جت ما فيش فرش والله اعلم اصلا لحد 9:30 هيبقى في فرش تكمل العرض معانا ولا لا في عرض دنيا يا جماعه يا تلحقيه ما تلحقهوش ومش هيتكرر زي ما دنيا مش هتتكرر عرض دنيا النهارده برضو مش هيتكرر يلا نبدا دلوقتي ندخل على الكيو ار نبدا ندخل على الكومنتات نبدا نطلب عرض دنيا علشان لو خلص انا مش مسؤوله ومحدش يقول لي عشان خاطري وحقك عليا مبسوطه بيكي قوي وانا كمان قوي بجد انت على المستوى الشخصي حاجه جميله 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 بعيدا عن الادوار ان احنا بنبقى عارفين ان هو دور ومطلوب منك ان انت تعمليه بدقه زي ما هو مكتوب بالظبط في السيناريو بس انت كشخصيه انسانيه حلوه قوي حبيبتي ربنا يخليك ورا الكاميرا حلوه وتعمل ربنا يخليك وانت اجمل والله حبيبتي الله يسعد قلبك بجد مبسوطه بيكي النهارده قوي وانا كمان والله حبيبتي تسلميلي مبسوطه بوجود حبايبنا ومتابعينا معانا ارجع واقول عرض دنيا ما يتفوتش بوكيه الورد دوت هديه مننا ليكي هي جايه متاخره شويه علشان كاتب الكتاب بس ان شاء الله بقى في بوكيه احلى وهديه احلى واحلى ساعه الميني فرح ان شاء الله في سينا ان شاء الله ان شاء الله اشوفكم بقى على خير واسيبكم بخير بيتجدد لقائنا الساعه 10 الصبح ان شاء الله باذن الله يوم السبت وجمعتكم مباركه ما تنسوش روتين يوم الجمعه واستنونا في حلقه الاعاده علشان اللي فاتوا حاجات من اسرار نجمتنا النهارده يقدر يشوفها ان شاء الله في الاعاده وارجع واقول اوعوا تنسوا عرض دنيا علشان لو خلص انا مش مسؤوله اسيبكم بخير واشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم